نظمت أمانة المهنيين بحزب مستقبل وطن في محافظة البحيرة اجتماعا تنظيميا موسعة، وذلك لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية. وأكد النواب خلال الاجتماع ضرورة تكثيف جهود أعضاء الحزب من الساعات الأولى للتأكيد على الشعبية الجارفة للرئيس السيسي، مشيرين إلى دعم كافة أعضاء الحزب للرئيس السيسي الذي قدم لمصر خلال الفترة الماضية الكثير وهو ما لمسه المواطن في كافة ربوع مصر. اولا يعني احنا بقالنا اسبوع لفينا ربع مصر كلها، ابتدينا بوجه قبلي بدايه من بني السيف انتهينا بقنا، والنهارده جايين غرب الدلتا عاملين مؤتمر للمهنيين. احنا كمركزيين معانا كل الامناء المهنيين في المحافظه والمراكز والاقسام، واحنا محملين برساله، احنا بنخاطب المهنيين. المهنيين طبعا اللي هي الفئه المثقفه، الفئه المتعلمه، الفئة المستنيرة. مفيش بيت في جمهورية مصر العربية مفيش في حد مهني، مفيش حد مش ممثل في نقابة التجارين أو معلمين أو مهندسين أو أي نقابة ممثلة. فإحنا من خلال نقابة المهنيين بمحملين لهم رسالة، ألا وهي إحنا بندعم خامة الرئيس، وبنحس الجمهور الناس والشعب إن هم يخرجوا في الاستحقاقات الانتخابية من خلال أماناتنا المهنيين، من خلال الأمانات بتاعتنا. تجمعنا وقلنا إن احنا عاملين فعلا خطة استعداد لانتخابات رئاسة الجمهورية كمهنيين في محافظة البحيرة. هو ده اليوم اللي احنا كنا منتظرين، وإن شاء الله إن احنا نقول احنا ناس وطنية، احنا على قدر المسؤولية، احنا كلنا ورا الرئيس.